أهلا بكم مشاهدينا في موعد نشرة الجوية. بداية غدوة مع أصباح سماء ملبدة على كل مناطق ساحلية وبعض المناطق الداخلية، نفس الوضعية نلقاوها في جنوب الصورة وأقصى الجنوب الجزائري. عاد هذا الحال شباب على وسط الصحراء الجنوب الغربي والشرقي وحتى الهضاب العليا وشمال الصحراء. خلال ظاهرة إن شاء الله راح الوضعية الجوية راح تكون مستقرة والحال شباب على كل أنحاء الوطن باستثناء الشمال، أقصى شمال الشرق الجزائري، ونتعبر عليها بعض السحب من النوع العالي والمتوسط اللي نلقاوها كذلك على أقصى الجنوب الجزائري. درجة الحرارة لغدا مع الصباح راح تتراوح ما بين 10 إلى 11 درجة على الهضاب العليا والمدن الداخلية، 14 إلى 13 درجة على كل المناطق الساحلية، 19 على تندوف، 18 على الصورة، 16 درجة على غردية، 17 على الواحات، 19 درجة على عين ميناس، 20 إلى 22 درجة في صحراء تنزروف ما بين عين صالح ورقن وأدرار، 16 درجة على مرتفعات الهوغار والتاسيلي، و22 درجة على أقصى الجنوب الجزائري برج برج مختار وعين قزام. خلال الظهيرة إن شاء الله راح ننتظروا 25 إلى 24 درجة على السواحل الوسطى والشرقية، 26 على وهران بنصف، 27 درجة على تيارت نعامة البيض سعيدة غليزة، 22 درجة على قسنطينة سطيف وحتى أيضا كل مناطق الأوراس، 22 درجة على غردية وحاسم سعود وأيضا ورقلة، 30 على بشار، 33 على تندوف، 37 على رقان، 36 درجة على تمنراست، 31 على عين ميناس، 30 درجة على الهوغر والتاسيلي، و 38 على تيمياوين وتنزاورتين. فيما يخص الملاحه والصيد البحري، بحر قليل الاضطراب محليا على كل على السواحل الوسطى والغربيه، وسرعه تاعها ما تتعداش 40 كيلومتر في الساعه، واتجاه الرياح راح يكون شمالي شرقي، و 30 كيلومتر في الساعه على السواحل الشرقيه، الرياح راح تكون شماليه. فيما يخص ختام النشره راح نختموها بالمعلومات الفلكيه لتم الجزائر العاصمه وضواحيها لغدوه 26 اكتوبر 2016. شروق الشمس راح يكون على 7:08 دقائق، اما الغروب راح يكون على 5:54 دقيقه. معلومات وتفاصيل اكثر فيما يخص الجو والبيئه معكم، غير تتواصلوا معنا على شيخ فرحات.com. دمتم بخير.